السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت لكم في فيديو جديد من لعبة انشارتد 2 يا شباب، وتختيم الحلقة الثانية يا شباب، وإيقاظ سيرفر من وزارة الكلاب، لقد خطفوه. نعم، هيا بنا لنحرره ونقتل أمهم. Let's go baby. مثل ما توقفنا في الحلقة السابقة ووضعوا شيفر في هذا المكان، خطفوه قصدي. كي يا شباب رمضان انه ما يعني يمكن ان نكمل هذه الحلقة قريبا قريبا جدا جدا، لاننا نحن الان في الحلقة الثامنة. نعم، و يمكن ان نختمها في الحلقة التاسعة ام العاشرة، ما صراحة يمكن ان تكون حلقة طويلة، ما ادري، لانها سلسلة اسطورية جدا. سيارات تزيزات قادمة من هنا. هيا تخلص من هذا الأحمق مع سلاحه. اوكي، نتسلل من هنا. لا، كشفوني ولا تكل. مات. يا ويلك يا كلب. واو، انا ذكي سبحان الله، ما ادري كيف قاتلتهم بهذه الجرأة اللي عندي والدرعة. ما امك يا ابناء الكلمة في خاطري ولكن ما اقدرش اقولها. يا شباب ما ادري كيف راح اواصل في هذا اليوتيوب الممل. يا شباب انتم عددكم ما شاء الله 105 متابع، لماذا لا تتفاعلون؟ والله انكم ما تتفاعلوا، تفاعلوا يا شباب، انا ايضا اتعب واحضر لكم فيديوهات. فلا تنسون اللايك والاشتراك في القناة ونشر المزيد من الفيديوهات لدى اصدقائي. لقد تعبت، اقسم بالله اني تعبت في هذه الفيديوهات، يومي كامل تقريبا. ليس يومي، انتم ليست، اقسم بالله اني تعبت كل هذا التعب، وفي الاخير ما الا شوية مشاهدات قليلة، 20 مشاهدة، 40 مشاهدة، ما هذا؟ او اقل من 20 و40 مشاهدة، يعني اتعب لكم، وهذا جزيتي والله. والله اني كنت ما احبكم، اقسم بالله اني ما راح اكمل في هذه القناة، اقسم بالله. ما ادري ايش راح اسوي يعني. لما اظن هذه سلسلة انشارتد قديمة جدا ولن تجلب لي مشاهدات على ما اظن. لا ادري ماذا اقول لكم. المهم انا احبكم يا شباب، احبكم كثير والله، انكم عزيزين علي، مش مثل هذا الكلب اللي يقدر يطلق حتى لا يموت. واو، لا ما فكيتش من واحد اخر جاني وفرخ من يا اخي موت يا اخي. يا
يا راو واو down there and throw it up to you. هذا شيفر وكلب لزارفيتش ما رجاله خطفوه من الكلب اللي يتبعهم ولكن دقيقة تأكد من كل شيء سليم يا شباب نحن قريبون جدا من عيد الأضحى عيد مبارك وكل عام وانتم بخير ولا ما اظن اني راح انزل لكم فيديو التهاني بالعيد نعم قبل العيد بيوم او ليلة العيد يعني سوف تأكلون اللحمة في هذا العيد بإذن الله واللي الفقير واللي ما عندوش لحم وما لم يذبح جزاه الله في المرة المقبلة وان شاء الله يجد لحما يأكله الله يجد ربي It's locked. خير. There's no way we're getting through. أنا أفكر في القيام بسلسلة اسمها جرب والعب. راح نقول لكم عليها إن شاء الله في فيديو مخصص وحده. إن شاء الله راح نشرح قصتها لتفهموها أكثر وأكثر. هنا. هنا. تسلق. أوه. هناك أعداء. اوه انتبه انتبه نيتن كوايت اوكي نتسلل ان هناك اعداء نحن نريد ان لا يكتشفوا امرنا اذا صرخنا سوف يكتشفوا امرنا هذا شيء غير رائع بالبتة لما اظن اني راح شت هناك كلاب هناك كلاب ها من هنا نكمل صلناهم جميعا اوكي ننزل من السلالم نعم الى الابواب جاء أمي من هذا الكلب يا عربيتي شت في هذا المكان أو شت أو شت أو عربيتي بيجي وين أمك من هذا الكلب أو شت مات الكلب بيت أو شت لا كثير منهم انظروا يا قنبلة
اوكي من هنا تسلك 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 من هنا من هنا كي نقتلهم بسنايبر. دقيقة دقيقة اوكي هنا سنايبر. نعم نعم ابو اوكي مات هذا و مات الثاني. ايه مات الكلب حق الار بي جي ومات هذا. او شيت او انهارت العمارة الكبرى. او شيت واو شيت هناك قادمون يا شباب. اوكي ماتوا ماتوا. خذ قنبلة. موت 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 يا أخي موت. لا كبج زرفتش. لا اختطفوا شباب يا أخي. استني استني. أوه شت 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 اجري اجري يا نهار اجري نيثن اجري. شت هاو هاو مامي. أوه شت لا 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 يا أخي انتبه دائما نيثن في هذه الأشياء يا أخي. ما هذا يا أخي نيثن نيثن يا أخي. أوكي من هنا أو أسرع ومن هناك فيه أسرع نيثن أسرع قبل أن ينهار الجسر. ما شكلك أنت يا أخي؟ أسرع يا أخي أسرع يا أخي أسرع من هناك من هناك يا أخي أسرع يا نيثن. هيا هيا نيثن هيا لينا شو هي لحظة أموت يا شباب. أوكي ايه هيا بنا ندخل من الباب. هيا ادفع كي نلحق بالرجال اللي صارفتش. اوه لازارفيتش 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 وين شيفر؟ اوكي ما اظن شيفر في احد اماكن هذه في احدها. اوكي علينا على ما اظن فتح الباب. اوه شيت شوفوا امرنا. ماتوا موت. هي سنايبر موت. مين مات هذا؟ ايه هناك مين هناك رأيه منهم. هاي مات. ايه مات هذا. واو اوكي هناك هناك العديد منهم. مات شو هاي من هنا وانا شفر up there that must be where they're holding Schaefer. شفر اوه قفل الباب. get down شفر فوق. اوه لا هناك كلاب. اوه هناك ار بي جي وتدرون ما هذا ام لا؟ اوكي هنا المدرع. المدرع فين؟ اوه
في المدرة الأسفل. شكرا لك. واو فجرت أمامه. اوكي في كلاب هذه لينا. اوكي هيا ايه ايه هنا منهم. اوه شت اذهب يا كلب. لا اضرب ام الكلب. اوكي هيا نصعد هيا نصعد الفوق. هيا 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 لكي نلحق بالشفار. وانو Oh no! Oh no! ماذا؟ لا شفر. It's okay. We're here. No. You are right. About what? Everything you touch does turn to shit. Okay. Right, come on. We're gonna get you out of here. نعم قال لها أن كل شيء عاد نفس ما قلت نيثن أنه كل شيء ينمسه يتحول إلى شيء. Okay. No. What are we doing? شفر سوف يموت. Did you find shit. My expedition? Yes, I found them. You understand what I had to do? Yes. If they had found the stone, it would have changed the course of history. Easy, easy. Oh, shit. He took the dagger. I know. He's gone to the tower. No. You have to stop him. Try not to move. This monastery hides the secret path to Shambhala. You must get the dagger back. Find the secret path and destroy the stone before he gets his hands on it. Drake, you have to believe. Schaefer. Schaefer مات. لا. كي قال لها عليك. We can't just leave him. What choice do we have? You heard him. تعفر لمدينة شامبالا. Do you think all this really could be true? وتؤمن بنفسك. I don't know. But he believed it. That's enough for me. Okay. هيا ننتقم لشفر ومن كلاب لزرفات وفلن للكل. Okay. I think we should split up. What? No, listen. I'll go scope out the secret entrance thing, and you go to the tower and figure out how to get that dagger back. Yeah, all right. Just keep your head down and stay in radio contact. Yeah, okay. Good luck. شيفر كي علي الخروج اول شيء من هنا. انطلق من هذا الحبل من هنا. اوكي there's the tower. قالنا البرج. اوه يا شباب هناك اعداء. هذا هو البرج. يا شباب نظن هنا راح انهي الحلقه الثامنه وبإذن الله وبإذن الله إن شاء الله. أنا ما أظن أن الحلقة التاسعة هي ما قبل الأخيرة والعاشرة هي الأخيرة. نتمنى أنكم استمتعتوا بالمقطع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وترقبوا الحلقات الحلقتين المتبقتين لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.